بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدأ في أول جزئية من شابتر 9. شابتر 9 يتكلم عن مارك أب and مارك داون. إيش هو المارك أب وإيش هي المارك داون؟ المارك أب باللغة العربية اللي هي الفوائد، اللي هي إيش؟ الفائدة، الفوائد. أما المارك داون اللي هي التخفيضات. بتقول لي يا مصعب ما احنا اخذنا التخفيضات ديسكاونت؟ نعم، لكن الاسم العلمي للتخفيضات يسمى مارك داون. الاسم العلمي للتخفيضات يسمى مارك داون. طيب، في بعض المصطلحات لازم نعرفها في هذا الشابتر، بسيطة كذا نعرج عليها على السريع. اول حاجة اللي هي الكوست، اللي هي الكوست. الكوست هي التكلفة، اللغة العربية التكلفة، اللي هي إيش؟ التكلفة. وعندنا برضو المارك أب، تو قلت عليها اللي هي الفوائد، المارك أب اللي هي الفائدة. دحين أديك مثال نفهم. المارك داون اللي هي التخفيضات، تمام. في شيء اسمه سيلينج برايس، تمام. السيلينج برايس اللي هو سعر البيع، تمام. في علاقة بين، في علاقة وفي قانون يربطني بين السيلينج برايس وبين المارك أب والكوست. هذا أول قانون، وهو القانون الأساسي في هذا الشابتر. إيش هو القانون؟ يقول لك السيلينج برايس، هذا قانون يحفظه، السيلينج برايس يساوي لي الكوست زائدا مارك اب. من فين جات الحروف هذه؟ انا اختصرت يعني عادي، جاي من كلمه سيلينج برايس، اس بي سيلينج، جاي من كلمه سيلينج برايس. والسي اول حرف من كلمه كوست، والمارك اب جاي من كلمه المارك اب، من الكلمه ليش يعني، هي كلمه الام يو من المارك اب. حلوين. طيب فهمني يا مصعب ايش هذه المصطلحات؟ المصطلحات هذه باختصار اديك مثال. انا اشتريت مثلا جوال، اشتريته بتكلفه قيمتها مثلا 100 دولار. هذه اذا ما انا دفعت، هذه معناتها كوست. طيب انا جيت بعت هذا الجوال بمبلغ وقدره 120 دولار، اوكي. هذا شوف، هذا سيلينج برايس، هذا الاس بي، اختصار لكلمة سيلينج برايس. طيب انت الان اشتريته بمية وبعته 120، كم الفرق بين 120 والمية؟ 20، صح. ال20 دولار هذه اللي هي المكسبة، هذه يسمى مارك اب، واضح. طيب فرضا انت جيت قلت والله انا ابى اسوي تخفيض على سعر البيع هذا، انا بعته 120، وجيت عرضته للناس قلت له انا ابيع لكم 115، تمام، 115. طيب كم الفرق بين 120 و115؟ 5. ال5 دولار هذه هي الداون، هي الماركاش الداون. وضحت الفروقات؟ طيب هذه باختصار الاشياء اللي في هذا الشابتر. تعال ناخذ اول قانون. القانون الاول يقول العلاقه، انا اكتب لك اياها اول شيء، نرجع للسلايد. السيلينج برايس تساوي الكوست زائدا المارك اب. وعادي انت لو تبغى مثلا الكوست خلاص تعرف كيف تجيبها، قوانين سهله، ما هي صعبه. تبغى الكوست من هنا من نفس القانون هذا، تنقل ده للطرف الأسر، عندك السيلينج برايس ناقص المارك أب. طب لو تبغى المارك أب توقع سهلة، هيكون إيش؟ السيلينج برايس ناقص الكوست. هذا هو قانون لازم تكون عارفه، حنحل به أمثلة الآن. طيب يلا نجي الأول مثال هنا، هنا بيعلمك على الكلام هذا، خلاص هذا القانون خلاص هنا.
يلا دائما في هذه الأسئلة طلع المعطيات، طلع المعطيات عندك، بعدين إيش شوف إيش اللي أبغى. قال لي an item sales، من يوم ما تشوف كلمة sales معناتها S يعني selling price. فهنا أول حاجة أعطاك إياها إيش، أعطاك معطى selling price، نقول S خلاص. إيش تساوي؟ $20. تمام. and has markup، أعطاك إيش الماركب، حتقول MU اختصارا لها يساوي كم؟ $12. المطلوب إيش؟ يبغى كوست يعني يبغى السي. خلاص من القانون حقا نقول السي إيش يساوي؟ السيلينج برايس تمام ناقص الماركب. السيلينج برايس كم؟ 20، والماركب كم؟ 12. 20 ناقص 12 يساوي $8. هذه إيش هي؟ إيش التكلفة؟ واضح؟ طيب السؤال الثاني قال لي an item cost، يعني السي أعطاني تكلفتها كم؟ كلفتني $16. and this sold أعطاني الإس، بعتها بكم؟ $20. What is the markup؟ يبغى إيش؟ يبغى الفائدة، يبغى المارك الميو يعني. حتقول M U يساوي لي إيش؟ السيلينج برايس ناقص السي كم يساوي؟ 20 ناقص 16 والجواب $4. واضح؟ من القانون هذا خلاص احنا اتفقنا على القانون الأساسي، السيلينج برايس قلنا ايش يساوي؟ السي زائد الام يو. من هذا القانون طلع لو يبغى السي تطلعه، لو تبغى الام يو تطلعه، زي المثال اللي طلعناه الان. واضحه؟ طيب خلاص هذا اول مثال عندنا. يقول لك حين ممكن نجيد البيرسنت اوف مارك اب. ايش يعني البيرسنت اوف مارك اب؟ نسبه. من لما تشوف كلمه بيرسنت يعني نسبه، انا اقدر اجيب النسبه المئويه للمارك اب، رمز المارك اب اختصارها ام او ام يو. قال لك بيس اون كوست يعني بناء على السي. ايش قانونه؟ انا بكتب لك اياه، انا سجله عندك. ده بالنسبه مئويه يعني بسط ومقام. هو قال لك بيرسنت اوف مارك اب يعني هذا الام يكون في البسط، هذا الام يكون ايش في البسط، هيكون ام في البسط على السي اللي بعد كلمه اون هي يكون في المقام. هذا القانون واضح؟ طيب انت لو تبغى مثلا من هذا القانون تسيب مثلث، فكر المثلث كنا نسوي دائما المثلث اللي يطلع عن كل حاجة. هنا نقول البرسنت تمام هيكون M على C. فلو تبغى الM هنا هتضرب ايش؟ البرسنت في C. خلاص وقع واضحة صح؟ هنا هتضرب البرسنت في C. وضحت الفكرة؟ طيب نجي هنا بيشرح لك الفورمولا نفس اللي توي شرحتها لك أنا. خلاص دوبي قلنا مركب على الكوست، هذا معناته شوف هذا هو البيرسنت اوف ام بيس اون سي. شو يساوي؟ ما يحتاج انك تحفظ. شوف انت تبغى البيرسنت اوف مركب يعني في البص ام اون سي يعني المقام سي، نفسه ولا مو نفسه؟ نفسه صح؟ خلاص يلا هنا بديك مثال، يعني مو مثال هنا بمعنى دق، يعني بيقول لك انا اديتك معلومات وانت من هذه المعلومات شوف كيف تطلع المعطيات. طيب شوف قال لك ريتير كان باي اشير فروم اهول سيلر، هذا يقدر هذا يعني ايش اشترى يعني دفع كم؟ هذا كوست نقدر نقول هذا سي كم؟ $10. واضح؟ كلفوا هذا الشيء $10 تمام؟ يعني لو بتطلع معطيات نقدر نقول كوست السي هنا كم؟ $10. بعدين قال لك the retailer will earn ضاف $5. بعدين باعوا ب 15 يعني هنا كانوا السيلينج برايس اس كم باعوا؟ $15. طيب
كم بعشرة وباب 15 هو كم كسب؟ خمسة. يعني الماركة بينا كم؟ الـ MU كم؟ $5. واضح؟ طب لو نبغى نجيب مثلا الـ percent هنقول M، الـ M كم؟ 5 على السي اللي هي 10 تضرب في 100 عشان نزل 100 حطلع على كاش نزل 150%. واضح الفكرة هنا؟ طيب شوف هنا بيعلمك طريقة الجدول، ف يعني مجرد يعني طريقة الحل، فعادي سواء حلت بالجدول أو طريقة عادية كله صح. الجدول إيش فكرته؟ الجدول فكرته يقول لك أنا لازم أثبت الريت أوف مارك أب أو سوري الريت أوف كوست بنسبة 100%. خلاص حسب المجاهيل أو حسب المطالب اللي عندي أحل. واضح؟ طيب هنا بيعلمك على خطوات الحل، يعني شيء بسيط ما يحتاج تعرف. وهنا شوف بيقول لك شوفوا نفس شوف نفس الدوبو حلينا، نفس الدوبو حلينا تمام. يقول لك كيف تجيب الريت، خلاص انا علمتك على حتى قلت تكسي ماش الماركب اللي هو 5 تمام على اللي هي الكوست 10 حيطلع لك ايش الجواب. شرح نفس المثال. طيب تعال ناخذ هذه الامثله ونحلها. يلا اول شيء قال لي دوك فوتوغرافي بيس دفع، دام دفع يعني كوست كم كلفه؟ خلينا نطلع المعطى. كلفه كم؟ $9. بعدين قال لك اف ذا فوتوغرافي سولد، سولد يعني ايش؟ يعني باع. يعني نقول الاس السيلينج برايس الاس اختصارا يساوي كم؟ $15. المطلوب what is the percent؟ قال لك percent كمل مارك اب بيس اون كوست. يعني ايش يبغى؟ يعني شوف يعني المطلوب يبغى هذا، يبغى البيرسنت اوف ام مارك اب يعني بيس اون سي. ايش قانونه؟ قلت لك percent اوف ام يعني البسط مقام ام اون اللي بعد كلمه اون حطه في المقام اون سي. خلاص انت عندك كل حاجه، عندك ايش ال 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 عندك ال عندك السي ما عندك الماركب. كيف تجيب الماركب؟ من القانون حقنا فاكره لو الاساسي السيلينج برايس، قلنا ايش السيلينج برايس يساوي السي زائد ام. طيب انا ما عندي الام، عندي السيلينج ماواش، عندي السيلينج برايس وعندي الكوست. خلاص جيب الام، الام ايش تساوي؟ الاس ناقص السي 15 ناقص 9 يساوي 6. هذا ماركب صح؟ أجي الآن أعوض في القانون اللي فوق هنا. خلاص القانون هنا نفسه هذا الأساسي، هنا الماركب كم طلع؟ 6. أقول 6 في البسط على الكوست كم؟ 9. لأنه نسبة مئوية أضرب إيش في 100 حيطلع جواب 66.67. واضح كيف حلينا؟ ناخذ المثال الثاني نفهم اكثر. يلا شوف هذا المثال الثاني. قال لي ليلي بايز تي فروم انجلاند فور $4، يعني هي اشترت يعني كوست كم؟ $4. ان سيلز باعته بكم؟ $12. Find the percent of mark up based on cost. على طول القانون حقنا قلنا ايش هو؟ خلاص عارفين احنا ال percent of mark up based on cost ايش يساوي؟ M على C. طب كيف اجيب ال M برضو بالقانون نفسه؟ قلنا لو قلتلك عليه اللي هو اكتب لك تحت ال M ايش يساوي؟ S ناقص سي. الاس كم عندك؟ 12 ناقص السي كم؟ 4 ويساوي لي كم؟ $8 صح؟ خلاص خذ $8 هذه تعال عوض بها في القانون فوق هنا، هتقول يساوي 8 اللي هو الماركب على الكوست كم؟ 4 واضربها في 100 حيطلع الجواب
200%. واضحة؟ واضحة إن شاء الله؟ طيب، في قانون ثاني، تمام؟ في قانون ثاني يقول لك أنا ممكن أوجد السيلينج برايس إذا أعطاني الكوست وأعطاني البرسنت أوف مارك أب بيرست أون كوست. يعني إيش؟ يعني شوف، يعني ألخص لك إياها كرموز كذا، تمام؟ المجهول الإس بي وين، والمعطى الكوست والمعطى البرسنت اوف مارك اب بيس اون سي، ويبغى السيلينج برايس، تمام؟ طيب كيف تحله؟ تعال نسوي المثلث هذاك، فاكر المثلث حقنا كنا نقول المثلث مثلث 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 القوانين. شوف اكتب لك اياها هنا percent of markup، هنا صح نحط النسبة المئوية، قلنا ايش؟ m على c، صح؟ طيب لو انا ابغى c من هذا القانون، من هنا لو ابغى c ايش حسوي؟ لو ابغى c او لو ابغى الماركب ايش حسوي؟ اضرب النسبة المئوية في الكوست اجيب الماركب، تمام؟ تذكر هذا المثلث ليه؟ عشان راح نحل الآن مثال نفهم. في شيء كمان ثاني لازم تعرفه، يقول لك احنا قلنا الريت اوف كوست دائما 100، لو جمعت عليه الريت اوف مارك اب يعطيك الريت اوف سيلينج برايس. حلوين؟ طيب تعال هنا بديك فكرة على الكلام هذا. هنا يقول لك هذا دفع $5 و المارك اب بيس ان كوست 50، يبغى السيلينج برايس. لو نحله بالطريقه اللي علمتك عليها انا، شوف فند اول شيء فند المعطيات. المعطيات عندك ايش؟ هو اعطاك السي، صح؟ شوف اعطاك البيرسنت، صح؟ تمام، اعطاك اياه. يبغى الاس، صح؟ طيب من المثلث اللي اعطيتك اياه قلت لك انا لو اعطاك النسبه، تمام، واعطاك الكوست مديك تجيب الام، صح؟ فتقول الام ايش تساوي، وركز معايا، الام ايش تساوي؟ النسبه في السي. كده جبت الام، صح؟ عندك السي مديك تجيب الاس. وضحت؟ يلا تعال ناخذ مثال. بالمثال اتضح المقال، بالمثال اتضح المقال. شوف قال لي what is the selling price، ابغى اس، ابغى ايش؟ ابغى اس، خلاص اذا ابغى اس، هذا المطلوب. نغير اللون. طيب ايش اعطاك؟ اعطاك السي، كم السي؟ السي $8، واعطاك البيرسنت كم؟ يساوي 60%. يبغى السيلينج برايس. طيب خلاص نقول اول شيء هو يبغى السيلينج برايس. قانون السيلينج برايس احنا عارفينه، صح؟ السيلينج برايس ايش يساوي؟ قلنا السيلينج برايس قانونه ايش؟ الكوست زائد المارك اب، صح؟ انا عندي الكوست ما عندي المارك اب. بكل بساطه ما هي النسبه المئويه حقتنا هي البيرسنت، تمام، اوف ام يساوي M على C. أجيب ال M، أقول ال M إيش يساوي؟ شوف هنا فوق ال percent، تمام، في C. واضحة؟ يلا نعوض ال percent كم حولها؟ معليش سوري، ال percent عندك كم؟ 60 تحويل تقسيمها على 100 طالق 0.6 في الكوست كم؟ 8، تمام، حيطلع عندك $4.8. $4.8 جبت انت، جبت ايش؟ جبت المارك اب، جبت المارك اب، خلاص عندك المارك اب وعندك الكوست، عندك جيب السيلينج برايس. فهتقول التالي، اذا السيلينج
السيلينج يساوي الكوست زائد الماركاب. طيب الكوست كم؟ الكوست 8 زائد الماركاب كم طلعنا؟ طلعنا 4.8 4.8 نطلع الجواب 12.8. واضحة؟ إذن أول شيء لازم تكون عارف هذا القانون الأساسي اللي هو السيلينج برايس تمام يساوي الكوست زائد الماركاب. هذا أول سيناريو أعطانا إياه القانون الأساسي. وبرضو ما تنسى إنه البيرسنت قانون هذا البيرسنت of M based on C بناء على الكوست يساوي M على C. ومن هذا القانون من هذا القانون الثاني هذا اللي أنا حاط عليه باللون الأزرق تقدر تجيب الماركاب يساوي البيرسنت اللي معطيك إياه مضروب في السي. تعوض هنا تجيب الماركاب وترجع تيجي تحل في المسألة اللي عندك معطيك إياه. واضح؟ تعال نشوف المثال الثاني. يلا اللي هو تجد سيلينج برايس for a set of high purpose. طيب ابغى اس بي. يلا ابغى الاس بي. نقول ابغى الاس بي. ابغى الاس يعني خلاص يا اس يا اس بي نفس الشيء. هذا المجهول هذا المجهول اعطاني ايش؟ اعطانا السي تمام. اعطاني السي كم؟ 12 دولار. وقال لك مارك اب بيس اون سي اعطاك النسبه المئويه على الماركاب بناء على الكوست كم يساوي لي 150%. طيب خلاص تعال جيب القانون حقك. تقول اذا من القانون حقنا البيرسنت يساوي ام على سي اقدر اطلع الام يساوي البيرسنت في الكوست كم البيرسنت؟ 150 اقسمها على 100 هصير 1.5 يساوي لي هنا 1.5 مضروب في 12 1.5 مضروب في 12 هيطلع يساوي 18 دولار تمام. 18 دولار هو الماركاب. إذن الماركاب يساوي لي 18 دولار. خلاص أرجع أجيب السيلينج برايس. ما هو معطيني الكوست أقول السيلينج برايس إيش يساوي؟ الكوست زائدا الام اللي طلعته هيكون عندي 18 تمام زائدا 12 ويساوي 30 دولار. واضحة؟ بس خلاص. إذن أول جزئية من هذا الدرس أول شيء لازم أعرف القانون حقنا الأساسي اللي هو أكتب لكم إياه هنا خلاص ملخص الأفكار هنا في أول جزئية من هذا الدرس إنه السيلينج برايس الاس اس بي او اس عادي اي حرف انت تكتبه السيلينج برايس يساوي لي الكوست زائد المارك اب. القانون الثاني البيرسنت اوف مارك اب بيس اون سي يساوي ام على سي تمام. ولو من هذا القانون يمديك تجيب الام حيث انك تضرب البيرسنت في الكوست يعطيك ايش؟ الام تمام. وتقدر تجيب الام هنا وترجع تعوض بها في القانون هذا حسب المطلوب. واضح؟ هذه اول جزئية في هذا الدرس. اول جزئية في هذا الدرس.